السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع منقص، فقبل ما ابدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، وشكرا لكم على الدعم في المقاطع كلها. صح مقطع منقص الاخير يعني كان الدعم لك عليه، لكن باذن الله ما تكسروا في هذا المقطع بالدعم. مقطع اليوم كان في انتقام. ايه انتقام، ما ودي احرق عليكم لكن استمتعوا في المقطع وباذن الله انه بيعجبكم. اشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، فعلوا زر التبات. عليكم المقطع. شباب اول جيم يا شباب، بوستر ما في حد. لا تكفى. تن 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 تن. مطرع. كنت طالع من الادمن رايح. اصبر 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 اصبر. اماكن اماكن اول. لا لا انا عارف من لقيت اللي قدامي. سلمان اللي هو بيسلم. طيب انا جاي توني بصوت ولقيت قدامي. اوكي كنت جاي مع اليمين. ليش كنت رايح الكافيتيريا لما شفت ان رجع؟ انا اقول لك توني شايف شو اسمه، كنت اناظر الديسكورد على اليمين، فجاه لقيتك ولقيت الجثه، جيت بصوت صوتت انت. انا كنت جاي مع اليمين. وين كانت يا مصطفى؟ يا مصطفى جنب الكافيتيريا على اليمين. ما امدا يذبح، ترى كان وياي في الكوميونيكيشن. اي لو بذبح اصلا بخش في الفنت، ليش اقابل الكافيتيريا؟ انا كنت ورا مصطفى. مصطفى شاف جدي. وين في الويبز اونكس؟ وش المهمه اللي سويتها؟ انا حش الكافيتيريا، نزلت داونلود في الكافيتيريا، بعدين نزلت الادمن، سويت الابلود، سويت البطاقه، نزلت الالكتريك اللي بعده. كنت مع هيكل ومصطفى قبل. ما ادري اونكس هيكل ما كان يزيد قبل ريبورت. اونكس هيكل ما كان يزيد الاخبار عنده، ما ادري ليش. ثواني يعني في حتى مهمه البطاقه. انا مسوي البطاقه. ليش مو متاكد ان المهمه البطاقه؟ لو انا ما سويتها. اطلع لك فوق اليسار. ليش سالت؟ لازم افتح الخريطه عشان اشوف اذا في ولا لا. ترى لازم نطلع. ترى لازم نطلع على فكره، ما نبي نسوي سكب. طيب يعني اللي شفته كان فوق. انا كنت اول ما بديت رحت فوق على اليمين عند الزباله وكان جنبي اونكس. طيب شوفوا انا بقول لكم، اسمع انا كنت ورا مصطفى وقلت لك نزلت. اي انا كنت ورا مصطفى ما ادري اخر شيء تركته، يعني اخر اثنين كان اخر واحد كان عند رايركس اونكس. طيب اسمع انا كنت ورا مصطفى ورايح رايحين للويبن، ما شفت لا سلم ولا هم يحزنون. دخل لا صوت، ما ادري انا ما ادري ما شفت. شايف انت؟ دقيقه سنايبر من جيت سلم. وش التاسكات اللي سويتها؟ انا سويت ايش يسمونه الكهرب، سويت الزباله اللي تحت. كهرب ما في كهرب. جي سلم سلم ما ادري. انت اللي دافع الهول. ليتي ساكت. طيب من باك صوت. هيك يا بجيح. السلام عليكم شباب. الله النحول هيكل يا نكبة. يا ترى مو بنا اللي ذابح فوق اليمين. ما نكبتك انت، جاي منك ليه؟ انت جاي مني ذابح. جيت لقيت الجثة، جيت منحاش كذا اللخمت. انت اللي جاي الكهرب، انت اللي جاي الكهرب. ولا كنت ماشي صح؟ تدري انك كنت ماشي صح، بس ان يوم قلت الكهرب توهقت. يعني ما ادري وش المهام. علي وسلوم اماكنكم بالله؟ انا كنت في الكافيتيريا نازل، جيت بخلص مهام جاء الاوتو. علي انا اوتو. كلكم في الاوتو؟ انا رايح لاوتو. انا ما وصلت. جاء مين نزل من عندي تقريبا؟ فان مصطفى. الحمد لله يا رب. يا رب تكبر. نافيجيشن اوكي. لا بس حبيت شيك اذا كنت في احد مات ولا لا. مبروك فزنا يا اخي. كل ما مشيت مكان المكان مراقب. ايش تبي اسوي؟ يلبي ما في اللور انجن. يا ربي لا والله ما في حد تحت. وينهم؟ مو بذبح في اثنين هنا. اقسم بالله اني فنان يا عيال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش من كان في الادمن؟ انا ومعاذ. ما كان اونكس معكم؟ الا اوكي اونكس ميت. طيب
اونكس اونكس هو نازل من عند الواتساب بالله. خلوني اركز. طيب مين كان في الادمن؟ الادمن والممر حقه دحوم ومعاذ صح؟ سؤال يوم ايش غير ياكل شفتوا احد يمر من عندكم؟ انا رقدت فوق. في احد مر من عندكم من عند بين الادمن والكافيتيريا؟ في احد ما ادري طلعت انا شفتك تسوي ابلود يا مان بس ما ادري. لا باقي لحين ما خلص. انا كنت اسوي ابلود يعني الكافيتيريا ما ادري اقول لك انا رحت فوق. حلو يوم رحت فوق هل في اي شفت احد بالكافيتيريا كان بينزل تحت؟ لا شفت واحد فوق كان يركض قدامي بس مين ما ادري وشلون. لا تصريف ما بعيد على اخر على الطرف مين اللي كان يمشي على الكوكب المتبيع؟ لا دام يعرفون اخص كنسل دقيقه ما طلع في جثتين ما يعرف بركات وهيكل. هلا من وين جايني؟ من زباله. من زباله. طيب يا جماعه بقول لكم ايش صار. انا كنت في الكتريك ركزوا معي يرحم والديكم. كنت انا في الكتريك اسوي المهم ما لكم شغل شيء زبده. يوم اشتغل رياكتر نزلت ابغى اروح من لورنج بروح رياكتر بس قلت اشتغل رياكتر كذا ذبح واحد يمين خليني ادور. وانا ادور مريت من تحت الكتريك شفت هيك شاطف قلت بس طيب. جوي دزيت طيب. يمين طيب. انا اكمل خليني اكمل أيوه؟ دخلت السوري بعدين رحت الشيد لقيت جثه في الشيد عشان كذا سالتكم أيوه؟ هل شفت واحد يمر من فوق هيك من فوق؟ انا شفت سلوم زباله يا هيكل زباله. انا كنت في السرج. خلنا كمل. طيب هيك وين كنت قبل زباله؟ اقول لك اخر شيء في زباله. انا كنت في زباله قبلها من وين قبلها كنت في النافيجيشن حتى علي شافني بعدين ادمن وسنايبر شافني سنايبر ميت ترى نافيجيشن بعدين وين رحت نزلت تحت ولا رحت فوق؟ نافيجيشن نزلت تحت اقول لك الزباله زباله اللي عند ستوري يعني من نافيجيشن نزلت تحت يعني مرت من عند الشيء ما شفت جثه شيء الطريق. لا طيب يا جماعه وعلي اصبر علي يقول ان هذا نزل من تحت اونكس ما ادري من فوق اي هو بالشيل نزل من تحت لازم اصبر قبل شيء تقول في الرياكتر واشتغل رياكتر الكتريك ما كنت في رياكتر لازم نصوت يا جماعه لازم نصوت انتوا اللي تبون يا تكون برايدكس تكون باي صوت ابدا لا تسكب الزبده كفو القم هيك والله اني متحري يا جماعه حرام عليكم ها القم انت اللي القم يا هطل يا غبي اي بعد لازم نروح نزينة لازم نروح نزينة حلو دحمات اوكي رايركس وصلوا معي اماكنكم انا كنت مع رايركس انا كنت اصلح الاكسجين اللي فوق اول ما ضغطت الصح يعني خلاص كتبت الكود جاني سلوم مال 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 جايني جاي من الستورج وجثة في الالكتريكال. طيب ممكن اقول شيء؟ لا ايش ستورج انا جايك جاني من تحت يا مخ انا توني لازم من تحت انا جايك من المدبي توني مخلص المهمة والسبب انا في المدبي بعد ما خلص انا سلم هناك رحت المدبي على طول طيب ماشي طيب. لا قبل ما يشتغل يا اخي اللي شو اسمه تقيس عليك تسوي زي الاشعارات وزي كذا ممتاز. طيب سويت داونلود في الكافيتيريا؟ سويت صح؟ كبيت زبالة في الاكسجين؟ لا ما عندي مهمة. طيب سويت الوايرات اللي في الالكتريك؟ توني بروح الالكتريك اصلا توني ما وصلت اصلا. طيب سويت الكارد اللي في الادمن؟ شباب مو ما صدقني يعني مو مات. طيب ماني شاك فيه ان الكل اللي فات يوم مات اونكس انا طلعت من الادمن وكان موجود اونكس ودحوم عرفت؟ فانا كنت شاك في دحوم بس دحوم قال انه معاذ معه وانه طلع فتوقعت انه كذا. طيب الو من وين جايني انت؟ جايني شفتك من فوق. بي من فوق. وين كانت الجثه يا علي؟ عند الالكتريكال. طبعا اتوقع يا جماعه انه ما في ولا احد شاك فيني صح؟ ما في اسمه ما في احد شاك فيني. لا ما انا 20% شاك فيك. اوكي 20% حلوه. طيب وين كنت جاي؟ كانت الجثه في الالكتريكال؟ اي قبل ما يشتغل. ما شفت احد يطلع جامك من الفنت لونها ازرق؟ لا. اللي واحد حطه فيني. بس انا سكبت الزبده. ماني فاهم. ما تثق مع ذكي اني عارف انه في كار ما شكرا هيكل شكرا مرير بس كيف سرعي ذا صوت ما حيتكلم سلام كنا انا وانت تحت يمين ومعنا علي انت رحت يمين صح من شي اجل شيلد صح؟ ايه وين رحت بعدها؟ طيب اصبر مسلم لا تصوت تمام لا تصوت هدي وين رحت بعدها؟ شيلد ومشيت من تحت لقيتكم تخلصون مهم زباله دخلت الالكتريكال
جاء التصويت. انا شفت الجثه في الشيلد معاذ، اتوقع انها سلوم، ايش رايك؟ اتوقع واضح زاد سلوم، شفت يوم تركت انا تحت؟ وش تصوت؟ حرام عليك، يقطع ام القهر، يقطع ام القهر. ماب سكيب، ماب سكيب. صوت علي مين؟ صوت علي صح؟ لا انا معاذ، انا معاذ. والله من جدك؟ ايه ايش دخل لي يا طيب؟ هو معاذ، هو معاذ، بس انا قاعد اسوق استهبل. اصبر اصبر انا معاذ. اوكي يلا يلا شوف، ما في احد كان بلكسك الا انت وهيكل، انت وعلي. تكفل انك سويت الماء، تكفل صوت. يا غبي يا غبي يا غبي. سلوم سلوم يا حمار يا رايرك. والله يا سلوم. الله اسطورتي هيكل، اسطورتي. مستحيل يا ثواني، كيف؟ والله كم سلوم. والله اسطورتي هيكل. شفت رايرك شفت يوم تركتهم؟ راحوا للالكتريكل، ذبحها سلوم، دخل بالفنت وطلع من الجهه الثانيه. يمين قدامي ومعاذ راح يسار، انا قمت امشي معهم، قمت امشي معهم، قمت امشي معهم.